سعيد جدا ان انا في ضيافة ماما نوال، لان طبعا يعني هي رمز من رموز التعليم. انا منبهر جدا بالافكار اللي سمعتها وبالاراء اللي سمعتها. لا، مستقبل مصر حلو جدا. طبعا بتوقيع الاتفاقية النهاردة هيحصل مجموعة حاجات بعد الاتفاقية دي، من ضمنها تشكيل فرق بحثية مشتركة بين الجامعة وبين معهد البترول، العمل على حل بعض المعوقات والتحديات اللي بتقابل الصناعة في المجالات المختلفة، استغلال الإمكانيات الموجودة في معهد البترول ومحاولة النشر العلمي المزدوج بيننا وبين الباحثين في معهد البترول. لما يكون جهتين قويتين يتعاونوا مع بعض ككيان واحد، هنوصل رسالة للناس ان احنا كلنا بنعمل من اجل مصر.